عليكم حبايبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جينا الميركادونا نتسخروا نشوفوا شنو فيها الجديد من الحبايب، طلبوها مني بزاف ديال النوبات. نجيلو من هنا نشوفوا واش كاين شي حاجة جديدة، وهنا جينا نضربوا دويرة. ومرحبا بكم وتبعوا الفيديو إن شاء الله نستفدوا كاملين إن شاء الله. نبداو بهذا المهادو ديال البلانشا، هذا المهادو 5 لترو ورخاصين اونيفرو 65. هادو انا عندي بالتجارب ديالهم، كنت كنشري واحد المركيخه ومن جبر ميركادونا جابوها جديده بقيت كنشريها من ميركادونا. هادو ديال البلانشا كيعملوها في البلانشا، كتزول منها ديك الكال كتنقيها من داك الشيء الرفيع. زعما الصراحه هادي ننصحكم بها وماشي غاليه، و 5 لترو راه ما تخسلو في البلانشا ديالكم. وحنا ماشيين اذا مع بعضيتنا وحنا كنشوفوا اللي جديد واللي باقي عندهم ضروري ما غايجيبوش شي حاجه جديده في النهار. ولكن هاد الصابون هذا عاود كنمسح به، صبنت به وصبنت به الصراحه. هذا بلانكو بلانكا، ولكن هاد الصابون هذا د ميركادونا، ولكن بوينيسيمو. هذا عاود عندي بالتجارب، والله الا ما عندي شي فرق بين اريل وهذا. على قبل جربته من داك الشيء الرفيع وعرفته وكنعرفو، وحتى عند الخيفه ديالي في كنخدم جبرتها كتشري حتى هي. هذا مزيون هذا الصابون هذا، بصح بعدا عندهم شحال هذا قديم، حق اللي ما كيعرفوش يتعرف عليه ما فيها. بس زيدي هذا الخل ها فينغري و 30 سنتيم صاهي في 100. هذا حبيبي اش غنقول لكم، كيمسح اللي مسحته به الكوزينه. شوفوا ها الغزال هذا، عاودوا التجارب انا هذا كنعمل شحال هذه الصراحه. الله هذا مزيون بزاف. هذا جابوه جديد، كان واحد اخر بحق جابوا هذا جديد. هانتوما هذا البلانشا هذا الكافيتيرا هذا القهوه كد لافادور الكافيتيرا نورمان كل شيء. هانتوما هاو اونوتشينتا، والله الا كيصبر هذا بزاف كيصبر. هانتوما هذا هو الخل، فين هو اللي مسحتو به هادو هاد الشفيف بحال هادو اللي دابا جابو لنا زادو لنا في الميزانية. هادوك زادوهم لنا في الميزانية حبايبي. ها نتوما هادا غزال، هادا كنعملو في الخدمة ديالي. كاين ناس بزاف وما كنضاقش بالجهد، كنعملو في الخدمة ديالي. ها هو ها كيعمل جوج الأورو هادا، أونو 95. بالحق اش غنقول لكم، غزال حق الله الحبيب الا غزال. انا الصراحه ملي كتعجبني شي حاجه كنقولها من قلبي خالصا، ما كنزيد واللي ما كنعرف لا شي ما كنعطيش اكسبليكاسيون ديالها الصراحه. الله يعني هذا مزيون بزاف، هذا والله عملوه في البانيس وعاودوا لي عليه غزال. هذا عاود معروف دائما هنايا تمسح عاود اللي بغيتي به. ها هو كيتا كراسا، كيتا كراسا جديد غزال تا هو. نجيب لكم هادو نهزهم شوفوا، والله في تنتا سي كنت سيتي. هادو اللي كنقولو لهم حنا في المغرب قوطا قوطا بالحال هادو، ماسفورتي ودير كاليدا في الدار كامله في البانيوس فين ما بغيتي تعملهم عملهم. ها الدار ديالك كترجع مروحه غزاله كتحمق هادشي كوط. ها دونات باراديس جيبي دونات واخا قول شي نسيت. ها شوف ها تفتح حق جيور وخليه يتروح كيطلقوا الرويحه كتحمق. هادو بنت اختي وراتهم لي قالت لي هادو كنديهم انا غزلان. كاين هذا عاود شوفوا بزاف ديال الناس ما كيعرفوش هادو شي منهم، والله الا فيهم الريحه فنه. وبنت اختي كانت وراتو لي هاد الفويطات وديك الشيء كيتحل بلا زعما. ها هانتوما حبيبي زعما هما هنا هادو كاينين مزيانين. شو هادو كيف مزيانين عاود هاد الشيء كلشي دير الريحه. والحق الانسان مزيان يشوف ويستافد الصراحه.
شوفوا عباد الله، ها انتم دابا راس العام. شوفوا ها، شوفوا هادو تعملوا كولونيات وداك الشيء. ها نعوط يدي باش تشوفوهم معوطين. تشري كولونيات ديالك وتعملهم هنايا وتوريو ديهم رجالو. ها شو هذا اللي جابوها، ها هانتوما شو ياك. شري كولونيات اللي بغيتو تعدلو في ستوتشيت وديو الرجال. ها شو هذا، شو ستوتشيت كيحمقو اللي بغا يدي غير هو بوحديتو. شوفوا هذا حصوية حق زعما الصراحة، هذا ماشي مخرج، هادو غير شو شو ستوتشيت عين زيونين. ها شوف شو هذا صورتو. ها شوف شوفوا حبيبي كان ستوتشيت بغيتي دي غير هو رجال وبغيتي تعملو فيه الكولونيا. ها صراحة مزيونين والله. ها شنو منين، ها دابا نشوفو الباك اللي عملو دابا. ها انتوما 8 يورو 50. ها العواول نقول لكم ميركادونا الناس عوتو بزاف على الغلا، كانت زادت ودابا طيحت والله الا كنشوف بعيني الحاجات مطيحة من. ها شو هادو غير 4 الإبر. شوف عارفه من هادو عمري ما تحمق ديك الكولونيا. اسمع بنت اختي قالت لي بنت شراتو من الريحه كتحمق فيها. 4 أور. شوفوا هادو الصراحه طيحوا الثمانات. شو هاد الكولونيات هادو عندهم بس بالمويلطه ديالهم كلشي. ها كتشوفوا ها هما الكولونيات 9 الإبرو هادو. نيبيا ما تخفاش عليكم 8.95. شو شحال هذه الحاجه، شو شو هي اخرى هذه 7.95. ها هي هاك زيد الماء زيد الدقيقه دي ناقصه شويه شعل هذا الدوب. هذا الدوب هذيك النيبيا. ها انتوما هذيك كتحمق جابوها لي لا عقلتو حبيبي الصحابات ديالي في عيد الميلاد ديالي بنت اختي جابتها لي الصغيره العويلات بنت اختي جابتها لي الريحه ديالها في الفنه اللي تسالي ما فيهش الشميعات. ها اللي تسالي زول الكولونيا ديالك نزل الشميعات تكون شي حاجه تينا والراج ديالك ولا بوحدك في دارك كما بغيتي وتعمل الشميعات. ها هما فين هما تشعلهم وكتبقى تضوي. هذه غزاله جربتها جات لي في فنيونه والله. ها هذه بالتجارب 9.50 وهاد د فيكتر ديال اليدين وداكشي اللي جابتها لي عاود العويلات بنت اختي يماهم شراتهم لالا نور جابتها لي بحال هاد عندي في الدار. هادي بوينيسيم والريحة ديالو شو المويلطة ديالها شو الحلاوة. فنة شوف شوف الريحة ديالها هادي كنعرفها بوينيسيم. هادي 12 سيكوين تعاملي لها بحقية غير هاد المولطة ولادي هانتوما كتشوفو. هادي عاود كان جابها لي ولدي هادي واحد العامين عبنول. عبنول 13 الإورو باقا 13 الإورو. كانوا زادو ونقصوا. هانتوما هادي الريحة ديالك كتحمق 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 بالتجارب بالتجارب. هانتوما حبيبي هادي 11.75. ها شوفو الرضي ما كتحمق حق هاديك انا ما نقولك انت كتحمق ما عرفهاش شي بحق ولادتي. ها انا بلاتي نزول ماسكال. لا والله الا مزيونه ما بيهاش مزيونه الصراحه مزيونه العشا كدن حنا في ميركادونا. هادي كتعمل العواول الوحيد 20. اخ عاود ما مجربهاش ما نكذبش بلاتي عاود نعمل. مزيونة والله إلا لم جبت كنبقى يصلب منو كاملين باش يتخلطوني. هادو ديك فيكتوريا هادو ماركاس عليها 21 21 وعندك اللي رخاصين وفني. شوفوا هادي حبيبي هاد البقادة الدهري قالو كيحمق. ها ويلي جي فتحوها مريم. ها جي يا بنتي افتح افتح
عندك يجيو لينا. اه 15 هادو عاملين ثلاثة د الحاجات. ياه وهادو شي شادر ديما حلو. ياه ونصك وين تاها؟ والله إلا الحلاوة. الرديمة ديالها ديت عاملها غير ديكور. هادو الجديد. هادو بزاف. بزاف الله يا ولادي وش غزالة هادي. شوف 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 شوف. بنت اختي عندي مبلية بكولونيات فيما كانت غالية ولا رخيصة ضروري خصها تشري كولونيات. وجربات وحتى هادي. هادي اللي جربتي. كتحمق والله. ها انتم حبيبي هما بزاف د الحاجات. هادي د العود هادي ياك؟ ها انا عامله ماشي فاك ترانزيت وين؟ حيت مزيونه. هاديك 12 اورو هاديك 12 اورو. يا انتم انتم حبيبي هاد الرجال وهاد النساء. لي غانتيسيما أناقة ولا فالة كتحمق. هادو المكياج هاد العام الجديد وهاد البروتشات. شوف البروتشات شوف واهيل. شو هادو طوايطات فيهم الكول ديال اليدين ديفيكتانتيس. هادو اللي زعما اللي كان نعملو في اليدين واللي كنرشو كاينه سبراي على كورونا. ها انتوما هادو كاملين. هاد السطر هذا كامل جابوه جديد. قال لك دبوينا كاليتا وبويني سيمو. ها انتوما وحنا كنصورو الجديد بالحق. ضروري غتطلع شي حاجه اللي تكون ماشي جديده حق. هادو الجديد هادو كيقولو له خابون صابونيتي. خابون صابونيتي هادو عاود جدادين. قالك بونيسيمو هادو ديال اليدين. هو ديك الماركة التحتانية. ها تغسل يدك عاود. عاملين بالشكال 75 سنتيم. بحال شكلي هذا غيكون شيكولاطية ولا شي حاجة. ايوا هذا الصابون تاهو في هذا كوكو شي حاجه. هذا الصابون هذا ديال اليد حتى هو. شو كوكا كولا هذا كوكو. شو كوكو ها هو حتى هو. واو فيك طنطي ديال اليد تين الصابونات. حق نورينا لكم على اللي جا جديد واللي فيه. سمعتوا هذا قراتو بنت اختي دابا. انا ما شفتوش الصراحه. اللي عندهم الحساسيه في يدهم هي يعني انا الاولى منهم. والله الا اللي عندهم الحساسيه في يدهم وداك الشيء. ها حبيبي ها دوسيتين تايسينكو. هاد الكريميته هادي ملي كتحسنوا رجلكم وتحت يدكم تعملوه باش ما كيكبرش الشعر دغيا وكترطب لك الجلده. هذا ها هو ها هو حبيبي. ها هو فين كيعمل جوج جوج كونسيتين تايسينكو. هذا بوينيسيمو. هذا كنعرفو بوينيسيمو. العجائب والغرائب. هذا شامبوان. شامبوان ها بالعسل طبيعي حجره. قال لك هذا كيساوي جوج دردايم. ها هو فين هو. وصحي 100% من الشعر. وهذا بالزرع. ها هو فين هو. هذا بالزرع يا الحجيره بحق لي بنايا. ها هو فين هو. وكيعمل 4 الاورو و50 وهي الحجيره. قال لك هذا بوحدو كيساوي جوج دردايم. ها هما فين هما. عاملين لك هذه ديالهم ناتورال وبوينيسيمو اللي عاودوا لي عليه. والله اعلم انا اللي ما جربتش شو نقول لكم. عاودوا لي عليه والله اعلم. وسيقور ملي كيعمل 4 الاورو و50 في ميركادونا والعسل والزراع والحجيره غيكون ماركه مزيونه. الماركه معروفه هذه. شتي بنت اختي معايا كتقول لي هذه ماركه معروفه. اذا 100% ان شاء الله جربوا. اللي كيطيح له الشعر واللي كي اللي يطول له الشعر اللي بغى يعمل اللي بغى يعمل هو هنايا شريوه وجربوه. اش غتخسروا. انا بدي ما كتعجبني الحاجه وكنسمع فيها هادشي هذا كنشريه وكنجربه. الحاجات ديال ميركادونا ها هانتوما ارغان ديالو. ها هو فين هو عاود.
هانتوما الكادون الصراحة فيها دائما الجديد. هادي يا عباد الله سبرايت كتخلي النسيمة غزي ولا في الشعيورة، لي أنا كنعرف كتخلي الرويحة فني ولا في الشعيورة. عاود إلا بغيتو تجربوها غنمشي دابا حيت هادشي كبير بزاف هانتوما كتشوف الكادونة كاملين كتعرفوها. الشامبون هذا هذا عاود قال لك شامبو، انا هذا ما كنعرفوش ما كنكذبش على الله. انتيكايد ضد الشعر، ها ضد التقه، هذا ضد اللي كي زعما الشعر اللي كيطيح. ها هو عليها كيما 7 أورو 6 أورو 95. ها انتم حبايبي، ها هذا اش تشوفوا تعرفوا لكم. هذا عاود عندي مجرب حيت بنت اختي بيدها كتعملو، هذا تا كتغسل وتسالي كتيب الشعر كتعملو ويبش شعرك ولا كدهن شعرك فازو ومن بعد كتيب الشعر، وما كيخليش الشعر يرمل ديك الشني كيفات من فوق كيهبطهم. نتمنى حتى هذا تكونوا شفتوا. ها هو كيعمل الأورو 75. ها هو حبيبي، هاي المسكريه ديالو، الشامبوان ديالو. حق انا الصراحه كنشري غير هذا ديالو، غير هذا اللي كنشري. هانتوما حبيبي، ودابا نمشي لكم شويش في الكريميتات نوريهم لكم وديك نكمل لكم الفيديو. حبيبي هذا سيرو د الشعر، قال لك الشعر الا كان مدقدق كيردو غزال. حنايا كنصورو انا وبنت اختي واحد السيده جات عندنا مغربيه، قالت لنا عطيو النصائح للناس، هذا مجرب عندها قالت لك كيحمق. هي مسكينه قدامنا هنايا قالت لك بوينيسيمو الشامبوان ديالو كلشي ديالو. ها هانتوما حيت في ميركادونا ما كيجيبو شي حاجه ضروري كيكملو على كلشي. ها حبيبي ها هما البنيتات عملو الريس الله الله الله. شوفو 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 هادو رجال د العواو صغارين، هذا في عيد الميلاد تفرحو ولا عيد الميلاد جابو النوطات مزيونين نجحو في شي حاجه. شوف ها ها شوف ها جابو هادشي زويون بزاف. ها هانتوما كتشوفها بشي عاد كلو تا هما يعكرو يكحلو يتعلمو بحال النور ديالنا كتقول أكر أكر أكر. ها شوف مكياج مكياج. شوف هاد العون صغار عيبة اللي بغى الرجال يستنوا وليداتو عاود يجيبوا النوطات مزيونين الانسان يفرح وليداتو، ماشي زعما ضروري غير الكبار ولا غير عيد الميلاد ولا عادي عاد الانسان يشري، غير بواحد النوطه زوينه يفرح وليداتو. ورجي ولاد ديالكم، ها رجالكم عاود اغلى حاجه في حياتكم، خاصكم تهلاو فيهم وديروا لهم الرجال. واخا يجي من الخدمه مسكين متعوب ويجبر المسيسه معدله بالمكيله والرجال قدامه كيما كنفرحوا حنايا كيفرحوا حتى هو، معلاش لا. ها والله يخلي ريوس المغاربه كلشي مغطي ان شاء الله. هذا انتيمو فحال اللي كتعرفوه دائما، هذا جابوه جديد كيحيد الريحه كيحتلك على البراغيطه ديالك تبقى نقيقيه. ما حتاش نعطيكم تفاصيل بزاف هذا الشيء عندك تشوفوه تشوفوه نسال الشم بالحق ثم مولي الخير. اجيو شوفوا اللي اسول كيزور الريحه كيخلي موينو ثم اجيو ما نعطيكمش اكسبليكاسيون فيهم بزاف. ها هو انتيمو حبيبي، هذا جديد ميركادونا من النسا مادوريتاس من 40 فوق. الزيت كيحمق غزال، هذا عاد جا جديد ومولي هادشي ديالي قلتو لي وملي جيت كان ميركادونا وانا كنصور وانا كنتسارع عليه تحصلتو. قلت لبنت اختي هو هذا كتعملو يا في الليل يا في النهار، كدهن في الوجيوي ديالك تقدر تعمل جوج الكوتيطات في الكريمة ديالك تخلطو معاها وتعملو في وجهك. فبنت اختي قلت لها قراه لي قراه لي مزيان، ها هو فهمتي. الصراحة والله كان ما كانش مزيون ما نقولها لكم. ها هو حبيبي اللي بغاه النساء 40 فوق يتهلاو في البشرة ديالهم ولا 30 ولا كلشي علاش لا،
5 اورو كيعمل هذا الزيت، فيه كل هاد الحاجات. ثم ملي تقراوها غتعرفوه ان شاء الله. ايوا حبايبي اللي عجبكم الفيديو ما تنساونيش بجيم واشتراك، وشكرا على المتابعه الجداد والقدام، وكنشكركم من كل قلبي. وما عنديش زعما شي حاجه نقول لكم على الكلام الطيب والحلو اللي كتخليو لي والاخوات الانستغرام. مرحبا بكم دخلوا من اليوتيوب تاتوما، ومرحبا بكم الحبايب عندي جدادين. جزاكم الله على الكلام الحلو، الله يسركم، الله يحفظكم وين تجيكم. وإلا عجبكم الفيديو حبايبي ما تبخلوش علينا بجيم واشتراك، وشكرا حبايبي على المتابعه، جزاكم الله، حفظكم ورعاه ان شاء الله. هذه حبايبي حتى هي عاودوا لي عليها ما نساها لكم شي، حتى كنجي نمشي فحالي نقول بركه وانا كنجبر الحاجه تاع فيها جد الزيت تخلطهم في الكريمه ديالك، كاينه الليل وكاينه النهار. عاود بويني سيما كيعاودوا لي عليها، انا الله اعلم ما عملتهم شي. وكتعمل 11 د الايورو هذه سيغور تكون زيونه، بصح حاجه بحال هيدا الصراحه هانتوما ملي غتشوفوها دخلوا في هذه وقراو عليها وتعرفوا ان شاء الله. هذا حبيبي حتى هو السير ديالوجه، قال لك كينقي البشره حتى اللي عندك قديمه ما كتسوى ما كتصبح كيخرجها لك.